السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضر معكم اللحم بالبطاطا والجلبانة. عندنا هنايا البصل غادي نفرموه، بصلة عندي بصلة كبيرة غندير القليل من زيت الزيتون، غادي نحمروهم مزيان ونرجع معكم. عندنا هنا بالنسبه للبهارات عندنا البقدونس، ملعقه صغيره ديال الكركم، نصف ملعقه من الزنجبيل، ملعقه غير ممتلئه من الفلفل الاسود والملحه، هادشي اللي غنحتاجو فقط. يعني هاد الطريقه سهله دغيا غادي يطيب. سدوا عليه الكوكوت، غادي نسدو اول شيء على اللحم، غادي نحمرهم غير شويه، وغادي نضيف الماء، نخلي اللحم يستوي، عاد نضيفوا البطاطا والجلبانه. باش كنحمرهم تنضيفوا الماء ساخن، غادي ندير القليل من الزعفران، صافي غادي نسد عليه. كيف ما تتشوفوا من بعد ما كيطيب لينا اللحم، انا راه خشيت فيه الموت جربت. صافي كنلوحوا البطاطا، عندنا هنا الليمون مصير يعني مخلل، عندنا الزيتون، صافي كنديرو الجلبانة. كيف ما تتشوفوا صافي غير غادي نغطيوه بلا ما نسدو عليه، نخليوه يطيب ونرجع. كيف ما تتشوفوا ها هي بدات كتوكح، ها البطاطا باقا واحد الشويه، شو اللحم ها هو طايب، صافي غير طيب شويه البطاطا غنطفي عليه.